العديد من المسلسلات التاريخية أبهرت المشاهدين وحملت وراءها تكاليف ضخمة لإنجاح العمل. مسلسل عمر بن الخطاب كان من إنتاج MBC ووصلت تكلفته لنحو 53 مليون دولار أمريكي. اضطر صناعه لبناء مدن عدة وقلاع والتصوير في عدة بلدان. مسلسل معاوية أيضا طبعا هو من إنتاج MBC وهو في المراحل الأخيرة قبل أن يرى النور قريبا. كلف ما يزيد عن 100 مليون دولار وتم تصويره في عدة بلدان أيضا. مسلسل ممالك النار الذي ناقش نهاية عصر المماليك وبداية الدورة العثمانية كلف ما يزيد عن 40 مليون دولار رغم عدد حلقاته القليلة مقارنة بالأعمال الأخرى. مسلسل الزير سالم وصلت تكلفته لنحو مليون دولار وكانت تكلفته عالية مقارنة بالزمان الذي أنتج فيه قبل أكثر من 20 عاماً.